والله للأسف شوفت عينك، يعني الزحمة، ما في موظفين، يعني لو بس يصير زيادة لعدد الموظفين مثلا، كونه مثلا القرار طالع والعالم كلها بتعرف انه مثلا في توزيع مصاري بهذا اليوم. للأسف ليكي شوفت عينك، الكاميرا شافت، يمكن عياط، مشاكل، كان في زحمة الصباح، ما كان في مصاري، هلا وصلت المصاري وتسهيلات كتير كويسة، وعلى الدور ما في أي إشكال نظام، الخدمات كويسة ممتازة، أنا الله يعطيهم العافية، بس إنه في زحمة على الدور، بس لأنه في كتير عالم. تمام الخدمات تمام، بس زحمة، ما في تنسيق بالدور، زحمة كالعادة، العلة الوحيدة الزحمة، يعني دائما يعني بيكون في الساعة 3-4 تحت يمشي حالك. أي والله زيادة الموظفين أكتر لأنه زحمة كتير، حرام كتير، يعني قلنا هلا من الساعة 7 واقف زوجي تيقبض التعويض. الحمد لله الأمور تمام، يعني ما في إعاقات، يعني أنا جاي أضبط تسريح، بنطر على الدور مثل زميلي وهيك، يعني ما في شيء. هلا الأمور بس تنظيم يكون أحسن من هيك، يعني لأنه يعني إنه فترة طويلة نطرنا لحتى قبضنا التعويض وهيك، بس تنظيم بس شوي تاني.